فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ما الإيمان المنفي عنهم؟ هل هو أركان الإيمان؟ الإيمان الكامل المنفي عنهم هو الإيمان الكامل، لأنهم قالت الأعراب آمنا، مع أنهم توهم داخلين في الإيمان ولا بعد تفقهوا ولا بعد، فهم ادعوا شيئا لم يصلوا إليه، ولهذا قال ولما يدخل الإيمان. ولما، لأن لما يعني ما هي بنفي مطلق، بل هي تدل على وجود الإيمان وتكامله بالمستقبل. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وكون الإنسان يدعي شيئا لم يصل إليه لا يجوز. نعم.